السلام عليكم البنات. اليوم غنحضر معكم الكرعين بالحمص، كرعين ديال الغنمي. غنحتاجو راس معلقه ديال الملحه، راس معلقه ديال السكينجبير، راس معلقه ديال الخرقوم، راس معلقه ديال البزار، وشويه ديال التحميره. غنضيفو بصله مشلضه، وغادي نضيفو شويه ديال الثومه مع شويه ديال الربع، وغادي نضيفو شويه ديال الزيت، وغنخليو هادشي كامل يتحرينا مزيان حتى تهبط لينا البصله ديالنا. من بعد ملي غتهبط لينا البصله ديالنا، غادي نضيفو شويه ديال الماء سخون للجهد اللي غادي يطيب لينا فيه الحمص والكرعين. من بعد ملي كيطيب لينا الكرعين، تيدخلو من شويه ديال الطياب حيت غادي يعاودو يطيبو مع الحمص، كنضيفو قياس ديالنا ديال الحمص. انا درت هنايا سلافه ودرت شويه ديال القرفه، ماشي بزاف. تقدروا تضيفوا معها حتى الزبيب اللي عندكم، الزبيب تقدروا تضيفوه. وصافي غادي نخليهم طيب الجهد اللي غيطيب لنا فيه الحمص، ونقدمه مع شويه ديال الهريسه. وبالصحه والراحه، كنتمنى انكم تشاركوا في القناه، وما تنساونيش من الدعم، واللي جربتها طاكيني فيها. وكنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي، كل واحد والطريقه ديالو، ولكن انا هذه هي الطريقه ديالي.